إن الحمد لله. وقال أبو أسامة قال الأعمش: ما أطفتم بأحد إلا حملتموه على الكذب. إيه شو معنى هذا الكلام؟ يعني ها قربت كثير بس مش كثرة. بعض الطلاب دائما يمدح المشايخ، مشايخه عنده غلو، فهذا المدح الزائد لهذا الشيخ يجعل الشيخ يقع في الأوهام والكذب في الرواية. والكذب هو الخطأ. شو السبب؟ بده يصير يجيب لك روايات شو مالها غريبة ودقيقة وما شابه. وبالتالي يا جماعة ما بدنا مدح للمشايخ حتى ما نكون سبب في إيش؟ فتنتهم. وإذا كنت أنت من المشايخ فهناك حل يساعدك حتى لا يمدحك الناس. ما هو؟ عندك حل حتى لا يمدحك الناس، ماذا تفعل؟ نعم، كل واحد بمدحك تمسك تراب ترمي في وجهه. هذه سنة ضائعة، وأول المضيعين لها أنا. أنا بسترجع حط تراب في وجه واحد، والله شيخنا ونستفيد منك وكذا، إيش هذا؟ مسك تراب. إذا أتاكم المدحون فاحثوا في وجوههم التراب. بعد إذنك أطبق السنة معك. إيه شيخ طبق السنة. على الحكي بدي ترك تراب. إذا الأصل عدم المدح، وإذا كان لابد تقول نحسبه ولا نزكيه. أما ما تقول لي والله الرسول صلى الله عليه وسلم مدح عمر بن الخطاب، هذا كمين عمر اللهم ارضى عنه، ما سرت في فج إلا وسرت الشياطين في الفج الآخر. فإذا يا جماعة ابتعدوا عن مدح المشايخ لكي لا يتسبب ذلك لهم أن يفتنوا. من أسباب فتنة المشايخ مين؟ التلميذ. ياهو راضي ينقل علمه، وبعد ما رضيش ينقل علمه شو ماله؟ أجا يفتن مين؟ شيخة. يعني هالتلميذ قاعد الشيخ إيش؟ يخرب في بيته، لا راضي ينقل علمه، وإذا قعد بصير يمدح فيه. إذا أتاكم المدحون فحثوا في وجوههم التراب. يعني بدنا نوصي على متر رمل بداية؟ كل واحد بدناش مدح، ما بدنا مدح. واللي بده يفتن شيخنا خلينا احمل عنك. ليش تحمل عني؟ شايفني اختيار؟ شو تفتن تحمل عني؟ شو اللي بدك تحمله؟ كتاب وزنه كيلو؟ هو بيجيش كيلو 800 غرام. شو بدك تحمل عني؟ شو هالاساليب هاي؟ بدناش نفتن.